بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، وأنا أفكر في الكلمات المناسبة التي يمكن لي أن أقولها في حق الزميلة المقتدرة الصحفية خديجة رشوق في هذه اللحظة الجميلة التي تكرم فيها. ترأت لي وبكل تلقائية عديد من الصور التي تختزل بعضاً، وأقول بعضاً، من تجربتي الإعلامية الصحفية والتلفزيونية الثرية والمتنوعة، وحرت عن أيها تحدث إليكم في هذه العجالة من الدقائق المخصصة إلي. فقد تراءت لي نظراتها التي تشتعل ذكاء وطموحا وجدية ونشاطا في أروقة وباحات وفصول ومكتبة المعهد العالي للصحافة الذي أصبح اليوم المعهد العالي للإعلام والاتصال، حيث كنا زملاء في نفس المعهد في أواخر ثمانيات القرن الماضي. بدت لي أيضاً صورها وهي صحفية تمارس هوايتها المفضلة وبعد الشغف الصحفي في بعض الصحف الوطنية التي كنا نتعاون معها في السنوات الأخيرة من الدراسة بالمعهد، وحيث كانت تكتب بأسلوب لا يخلو من جمالية أدبية ظلت تلازمها إلى اليوم في معالجتها الصحفية في مختلف برامجها. تراءت لي أيضاً صورها في قاعة التحرير بقسم الأخبار بالتلفزيون وبقاعة التوضيب بقسم الإنتاج أياماً وأسابيع إلى غاية ساعات متأخرة من الليل دون كلل أو ملل، تقف على كل صغيرة أو كبيرة تهم البرامج التي سهرت على إنجازها طيلة مسارها المهني الطويل والغني. وتراءت لي صور وصور كثيرة تتزاحم في مخيلتي، وجدت صعوبة كبيرة في أن أرتبها أو أتحكم في أطيافها، لكنني لا يمكنني أن أفوت هذه الفرصة دون أن أنوه بهذا الاختيار، لأن الزميلة الصحفية خديجة رشوق قد بغلت من النضج في تجربتها الإعلامية والتلفزيونية ما يجعلها تستحق هنا التكريم كتتويج لمسارها المهني الغزير العطاء، متمنياً أن يحفزها ذلك على الإبداع والعطاء أكثر وأكثر. فلا ننسى أنها كانت من الأوائل التي تناولت البحث في التراث والثقافة الأمازيغية لما يقرب من عقد من الزمن من خلال برنامجها تيفاوين، كما أنها كانت لها من الشجاعة والجرأة بحيث فتحت ملف حقوق الإنسان وماضي سنوات الرصاص من خلال الفيلم الوثائقي الذي خصصت منه جزئين لبناية المجلس الوطني لحقوق الإنسان. لا يتسع المقام هنا لسرد كل الوجوه المشرقة للزميلة خديجة رشوق ولا للائحة أعمالها الكثيرة والمتنوعة، ولكنني أشكر لكم التفاتتكم هذه اليوم لتكريم صحفية متمرسة وجادة ومعطاءة خصصت جزءاً كبيراً من حياتها المهنية للعمل على الجنس التلفزيوني الصعب ألا وهو الفيلم الوثائقي. فتكريم خديجة رشوق اليوم هو تكريم لجميع زملائها من صحفيين ومخرجين وفنيين وتقنيين الذين ساهموا هم أيضاً في صناعة هذا التألق إلى جانبها، وهو تكريم أيضاً إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، متمنياتي لهذا المهرجان بكل التوفيق والنجاح وأن يكون إضافة نوعية في المشهد التلفزيوني المغربي وخصوصاً في مجال البرنامج الوثائقي. فتحية تقدير واحترام لكم وللزميلة خديجة رشوق، وشكراً لكم. شكرا للسيد نور الدين رقيب. الكلمة الآن للمكرمة هذا المساء الإعلامية المقتدرة خديجة رشوق، تقربنا من انطباعاتها بخصوص هذه اللحظة المتميزة أعتقد في مسارها الإعلامي. قلبي كيضرب بزاف. مساء الخير
بسم الله الرحمن الرحيم. في مثل هذه المواقف غالباً ما يهرب منا الكلام وتضيع الكلمات، لكن تبقى المشاعر والأحاسيس هي سيدة الموقف. إحساس جميل لا يوصف في هذه اللحظة الجميلة، يذكرني بامتداد حلمي في الفيلم الوثائقي، امتداد يقيني جفاف الإبداع وبرد الاغتراب، يعود بي من جغرافية الشرود إلى فصول الدفء في مدرسة الحياة. والفيلم الوثائقي كان دليلي إلى هذه الحياة. رويت منه غيظي على مدى 10 سنوات، وحصيلة في أرشيف القناة الأولى تناهز 80 فيلما. تناولت من خلالها مواضيع بمضامين متنوعة، محاولة لتوثيق مسارات رجال رحل عنا بعضهم، بصموا تاريخ المغرب، محاولة للحكي، حكي قصص أماكن حفلت بالأحداث لكنها اليوم توارت إلى الظل وأصبحت مجرد أطلال، ولم يعد جيل اليوم يوليها اهتماما. في هذه الرحلة عبر الزمن والحجر والبشر رافقني أناس اشتغلوا معي بصدق وتفان، أوجه لهم جميعا بالمناسبة التحية والشكر والتقدير. حمل معي هم أو لنقل متعة إنجاز هذه الأفلام في البداية الأخ والأستاذ إدريس الحيان، وهو اليوم المدير العام للقنوات القرآنية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، والآن يرافقني الزميل والأخ العزيز عبد الرزاق الحرش، لأننا معا أحببنا الفيلم الوثائقي كجنس إعلامي، لأنه ذاكرة تسجل الأسماء والأحداث والوقائع والمواقف، لأنه مساحة مهووسة بالحكي عن أشياء كثيرة تحيط بنا وقضايا عديدة. وأنا واحدة من كل المهووسين بهذا الصنف الإعلامي، أحاول اقتحام عوالم الصمت فيه عبر الكتابة بالقلم أو بالصورة أو بهما معا. هذه لحظة أحس فيها بالاستقرار والسعادة في حضن هذا المهرجان الذي عمق فينا حب الفيلم الوثائقي كأقرب الجسور التي تبنى بين الذات والآخر. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا على هذه الالتفاتة الطيبة والنبيلة، وأتمنى لكم وللمهرجان المزيد من التألق والتميز والنجاح. شكرا جزيلا. ونحن بدورنا نتمنى دوام العطاء ودوام السعادة والاستقرار للإعلامية المقتدرة خديجة أرشوق.